السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة وصفة حديليس. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير وعواشركم مبروكة بالصحة والراحة، وباش كنتمنوا إن شاء الله. الفيديو السابق اقترحت عليكم رغيفات الفطور ديال العيد، وهذه المرة غادي نقترح عليكم كيكة، حتى هي الفطور ديال العيد اللي كتجي رائعة جدا وكتجي هشيشة وخفيفة ولذيذة بزاف. مكونات بسيطة، الطريقة ديالها كذلك بسيطة ودغية، كتوجد ما فيهاش تعقيدات كثيرة. كنتمنى الفيديو ينال اعجابكم وتبقوا معايا حتى لاخر الفيديو باش تكتشفوا الطريقه والمكونات. ما تنساونيش بلا لايك وبالتعليق باش كتشجعوني دائما وكتفرحوني ملي كنلقى داك التعليقات اللي زوينه، وكنشكركم عليها. الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناه ديالي مرحبا بكم معايا حتى نتوما، ما تنساونيش بلا لايك وبالتعليق، وفي الاول ضروري ما ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وكنتمنى نفيدكم ولو بالقليل. غادي نبدا على بركه الله، فرجه ممتعه. بسم الله على بركة الله. في الخليط ديال الكيك عندي 3 ديال البيضات، درجة حرارة الغرفة. غادي نحتاج رشيشة ديال الملحة، ضروري كندير الملحة في الحلويات باش كتهرس الذوق ديال الحلاوة. وغادي نحتاج القشرة ديال الحامض محكوكة، الحامضة كبيرة. عندي كاس ديال السكر سنيدة، سكر حبيبات، نص كاس ديال العصير ديال الحامض، زيتي شوية. هنا عصرت غير حامضة وعطاتني هاد الكمية هادي لان الحامضه كبيره بحال هذا الشكل هذا وفيها الماء. المهم كتعصروا الحامض حتى كتحصلوا على بحال هذه الكميه هذه. كاس ديال الزيت، عندي حك ديال الياغورت الطبيعي مسوس ما فيهش سكر. غادي نحتاج 3 ديال الكيسان ديال الطحين او 300 غرام، اولا بالمعلقه اللي ما عندوش الكاس ديال العنبه فراهم 9 ديال المعلقات كبار مقبين وعامرين مزيان، كتعطينا 9 ديال المعلقات. وجوج صاشيات ديال الخميره الكيميائيه لفئه 16 غرام. وغادي نبدا على بركه الله. بالنسبه للمول استعمل، غادي نستعمل هذا المول هذا الطويل، دهنته بالزبده ورشيته بشويه ديال الطحين. كتقدروا ترشوه بالجنجلان اولا باللوز ايفيلي على حسب الاختيار، وتقدروا ديروا مول دائري اولا مول مربع على حسب اللي بغيتوا نتوما. غادي نزيد رشيشه ديال الملحه، وغادي نزيد هاد القشور ديال الحامض، وغادي نبدا كنزيد السنيده شويه بشويه. كنبقى كنخلط البيض مع السنيده حتى كتذوب السنيده مزيان، وكيتضاعف شويه ديال الحجم ديال البيض، ما غاديش نطلعوه بحال الجينواز. وغادي نبدا كنزيد الحامض حتى هو شويه بشويه. كما كتشوفوا ملي كنزيد الحامض على البيض راه كيرغوي وكيبدا كيختار. دابا غادي نبدا كنزيد الزيت عاوتاني شويه بشويه. غادي نزيد الياغورت، صافي غير كينسجموا مع بعضياتهم. غادي نبدا كنزيد دابا الطحين المغربل مع الخميره. وغادي نبدا كنخلط على دفوعات.
وهذا كيكون القوام ديال العجين ديال الكيك، كيكون ثقيل شي شويه. غادي ناخذ المول كيف ما قلت في الاول، تقدروا تستعملوا مول دائري او هذاك اللي مثقوب من الوسط او مربع على حسب اللي عندكم في البيت، يعني ما تقيدوش بالمول. الوقيته اللي كنت كنفرغ الخليط ديال الكيك في المول، شعلت الفران يسخن على درجه حراره 160، شعلته من الفوق ومن التحت. صافي، وغادي ندخل المول ديالي للوسط، غادي نطفي الفوق وغادي نخلي غير التحت حتى غادي تطيب الكيكه، وغادي تبان لي بانها تنفخت ونشم الريحه ديالها بان طابت. تقريبا كتاخذ واحد 45 دقيقه وعاد نشعل من الفوق باش يتحمر الكيك. بالنسبه للناس اللي عندهم الفران ديال الغاز، الحراره ديال الفران خصها تكون مهيله، كندخلوا اللاطه ديالنا الفوق حتى كطيب لنا وتنفخ ونشموا الريحه ديالها طابت. ما نحلوش الفران نهائيا حتى كدوز تقريبا واحد نص ساعه، وعاد نهودوها لتحت باش تحمر. وهادو هما النصائح باش ينجح لكم الكيكه. وصافي، غادي ندخلها دابا الفران. وهذه هي الكيكه بعد ما خرجتها من الفران، تقريبا خدات لي واحد 45 دقيقه ديال الطياب. كنخليوها حتى كطيب على خاطرها، وكيجي هذا هو الشكل ديالها، كتنفخ وكتحمر. وعاد كنخرجوها، غادي نخليها حتى تبرد مزيان ونحيدها من المول، وغادي ندوز باش نوجد الكريمه اللي غادي نزينها بها. والكريمه غادي نحتاج فيها نص كاس ديال الماء، نص كاس ديال سنيده او سكر حبيبات، نص كاس ديال العصير ديال الحامض، القشره ديال الحامض محكوكه، عندي هنايا معلقه صغيره ديال النشا. تقدروا ديروا كريم باتيسير او لا غير الطحين الا ما توفرش عندك هاد العناصر. هنايا عندي معلقه كبيره ديال الحليب بودره، معلقه صغيره ديال الزبده. بالنسبه للحليب بودره والماء تقدروا تستغناو عليهم وديروا غير نص كاس ديال الحليب عادي. غادي نخلط هاد العناصر كلهم مع بعضياتهم في مره واحده. كنخلطهم مع بعضياتهم وغادي نديرهم فوق النار حتى يغليو وتقلي الكريمه، وعاد غادي نتلاقاو باش نديرها فوق الكيكه. الكريمه كتولي بحال هذا الشكل هذا، وهادشي اللي هودي ديال الكريمه هنايا في الطبسيل. غادي نرجع نهزو بالمعلقه مره اخرى ونرجع ندهنوا الوجه ديال الكيكه، وعاد غادي نزينها بشويه ديال اللوز ايفيلي، وغادي نوريها لكم في صحن التقديم. وهكذا قدمت الكيكه ديالي، زينتها بشويه ديال اللوز ايفيلي محمر مع الاطراف، وزدت لها شويه ديال لاصوص من الفوق، وزينت بالورد ديال الاكل. كيجي الشكل ديالها جميل وراقي بالرغم من ان التزيين بسيط جدا. كنتمنى هاد الكيكه تنال اعجابكم وتجربوها حتى نتوما، لانها كتجي خفيفه وكتجي هشيشه ولذيذه بزاف. تقدروا تعوضوا العصير ديال الحامض الا ما توفرش عندكم بالعصير ديال البرتقال. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم ومحبابكم، وكنتمنى تجربوا هاد الكيكه سواء في الايام ديال العيد الفطر او حتى في الايام العاديه، فراها كتجي رائعه جدا وسهله في التحضير كيف ما شفتوا. ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق. الا كنتوا اول مره كتزوروا القناه ديالي، ما تنساوش ديروا ابوني وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالي، وما تبخلوش عليا حتى نتوما باللايك وبالتعليق. وكنتمنى القناه ديالي تنال اعجابكم، ومرحبا باللي التحقوا معايا جداد. الى اللقاء مع فيديو جديد، مع السلامه.